ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، كل إعادة فائدة باش غنسولوا المواطنين علاش ما بقاتش بيناتنا صلة الرحيم، وتعرفوا أشنو قالوا لنا. أجيو معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشريف بخير. الله يطول عمرك. قولي علاش ما بقات صلة الرحيم. أولا قبل ما نجاوبك كنشكركم على هذا الموضوع، هذا الموضوع حديث الساعة. هذا اليوم ما بقات صلة الرحيم، إلا جينا راه الموضوع طويل طويل طويل، ولا يتوحد اللي في هاد الآونة التسعة اللي تنعيشو فيها، كل يعني المادة بدلت، بدلت حتى من العائلة حتى من الأبناء ديالك تبدل. هذا هو المشكل اللي راه يعني عندك فلوس راك راه جاو يسولو فيك. سولو ما عندكش، راه سير للدوش. شنقول لك؟ الله يدير الخير. قولي لي مرحبا، علاش ما بقات صلة الرحيم؟ واخويا اللي عدو شي حاجه يا الله ولا تقاده، هادشي اللي كاين ما يعرفوك ما يعرضوا عليك. بكري كان الحنان، وكان بنادم يعطف عليك، وبنادم يسول فيك ويعيط عليك، ويعيط عليك على التليفون يقول لك ها كي داير لاباس عليك. وما بقاش اخويا ما يعرضوا عليك، ما دابا ما بقات حنانه، ما بقات صله الرحيم، ما بقات حنانه لا مع الولد مع ولده، ولا مع باه، ولا البنت مع دارهم، ولا ولد خالتك، ولا ولد اختك، ولا ولد، ما بقاش، ما بقات لا حنانه. شنو السبب؟ شنو السبب؟ واخويا يا بنادم، بنادم كفر بزاف، يالله عدو اللي عدو شي، يالله عاد قادو، يالله قاد، يالله كيشوف عراته، ما بقاش يشوف الغير. لا عندك الفلوس، وعندك فيك في ما شويه ما يدار يسولوا فيك، يسولوا فيك، ولا ما فيك طمعيه، ما فيك ما يدار، والله ما يعقلوا عليك. تكوني بفلوس اللي بغاو يسولوا لك، يكونوا اللي بغيتي يكونوا يسولوا عليك، خاصك يكونوا عندك بوكو العاقه، عندك فلوس بوكو العاقه. بكل تواضيع السبب هو الماديات. اول حاجه الماديات تغاس على على سميتو، وانسان ولا اعتني ولا مدهي، ولا كثرت المعيشه هو عطى الدنيا اكثر ما عطى الدين. اللي كاع اللي كيعطي الدنيا اكثر من الدين راه كيكون بحال هكا، ما عدو سوق هو كاع لا يزور خو ولا خالو ولا عمو، كيشوف هو شحال دخل فداك النهار وكلشي، وعقلو في الماده، فهمتي؟ ولكن الاصل ديالو هو اصل الانسان هو تكون اجتماعي، ما تكونش فرادي، تكون اجتماعي، تطلع وتمشي عند خوتك، ما يكونش شويه تكبر، وتكون داك التواضع، فهمتي، مع الناس باش تزورهم واحد الزياره، وماشي تزور انك زعما كاين انت تكبرهم في المستوى، لا تزورهم وتشوف تريح معاهم، واخا يكونوا مريحين في الحصير تريح معاهم، ماشي تشوفهم ساكنين. يعني سبب يعني صله الرحيم هي الماديات. الماديات كتغى كتغى خويا في هذا الزمان. وعلاش استاذي في هذا الزمان ما بقات صله الرحيم؟ هذا هو اللي بغيت نقول لك، غادي ندخل في الموضوع مباشره. هو السبب كان في الاول كان السكن فيه الجمع، كل شيء فيه، وكانت حتى الديور كانوا كما كنقولوا دار خاصه، يعني بارتيكولي، يعني دار هكا فيها سفليه بروميان دوزيام الى اخره، ولا غير سفليه، والجمع العائلي كل شيء مجموع. نهار داروا العمارات ولا كلشي ساد على بابو، شي ما كيعرف شي، شي ما كيسول على والديه، كل واحد ساد على البارتما ديالو، كيشاد على البارتما ديالو، وما كاينش عاوتاني حتى لا كان كاع قدر الله موت ولا شي حاجه، ما كيعزوش بعضياتهم، كان اعياد ولا كذا ما كيتسامحوش مع بعضياتهم الى اخره. ولكن السبب الاصيلي والاصل خدينا ثقافه ديال 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 الناس ديال اوروبا هي اللي جعلتنا هكا. دابا الانسان الوالدين ديالنا كانوا بكري كانوا تيشوفوا الضيف، عرفتي داكشي اللي تيديروا عليه كيفرحوا، واحد الفرحه ما الله اللي عالم بديك الفرحه، يجي وحطوا لي الزيت العودي، حطوا لي العسل، حطوا لي السمن، الحاجه العزيزه الغاليه اللي مخبيين هذوك العائلات، تيجبدوا لذاك الضيف وذاك الانسان وتيرحبوا به. دابا رجعنا لواحد الظاهره اخويا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واللي ولا الخو تيتضارب مع خوه، باقا سلسلة الرحيم، ولات الأخت تتضارب مع أختها، باقا سلسلة الرحيم، الأب
ولا يضرب بنته ولا يضرب امو ويضرب مرته يضرب خوه يضرب ولد خالته على والو على التفاهه. فين هي صله الرحيم؟ فين هي صله الرحيم؟ المسلمين والمغاربه وخافوا من الله عز وجل. راه الدنيا هادي راه الدنيا هادي راه دار الصابون هادي، لما صبنتيش اليوم تصبن غدا. تنقول لكم خوكم الصحراوي تيقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، راه الخواه حد الدنيا. ديروا الخير، ديروا الخير باش تلقاو الخير عند الله عز وجل.